تسأل الأخت مقمر من العراق، تسأل في قول الله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، تسأل عن معنى هذا الجزء من الآية، وتقول هل صحيح أن الذي يقع عليه السحر لا يستطيع حتى أن يصلي؟ نعم، هذه ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في قصة هاروت وماروت، وأنهما كان يعلمان الناس السحر ابتلاء وامتحانا، وإذا أتاهما أحد يريد أن يتعلم قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، يحذرانه من السحر، وهذا باب الاختبار والامتحان للناس. وأما قول السائلة هل المسحور لا يصلي، هذا غير صحيح، يعني المسحور كغيره يصلي، لكن السحر قد يكون خفيفا وقد يكون قويا، قد يؤثر على صحته، قد يؤثر على أمور من 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 تصرفاته، وقد لا يكون مسحورا أيضا، قد يكون عنده مرض نفسي والناس يعتقدون فيه سحر، فلذلك لا بد أول من التحقق بأن فيه سحرا، لكن الأصل أنه مكلف ومطالب بالصلوات.